كيف برأيك سيكون موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟ يسرني أن أكون معك والضيوف والمشاهدين. أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية وحكومتها قلقة جداً، ليس بشأن الأهداف العسكرية المتعلقة بتدمير حماس، ولكن الحرب في غزة التي أدت إلى قتل المدنيين، مما أدى إلى منع الأمريكيين لتصدير قنابل من نوع معين. ولذلك أعتقد بأن هنالك قضية خلاف يزداد بين نتنياهو وبايدن، وبالطبع هنالك قضية أخرى تتعلق باليوم التالي كما يسمونها. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن ترى مسارا نحو حل الدولتين، ولكن من الواضح بأن الجيش الإسرائيلي لا يريد ذلك. الإسرائيليون ربما يريدون شيئا آخر، والأمريكيون يرفضون ذلك. إذن هنالك قضايا خلافية هنا. أما بالنسبة لمحكمة العدل الدولية، بالطبع أعتقد أن القلق هنا من طرف إسرائيل، فرئيس الوزراء نتنياهو قد يتم إدانته أو إصدار مذكرة بحقه، وهذا يسبب مشاكل له، وقد يؤدي ربما إلى تدهور دعمه في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن في الولايات المتحدة الأمريكية لدينا نظام ديمقراطي، و الرئيس وإدارته مختلفون عن الكونغرس، والكونغرس منقسم إلى قسمين، كل له سلطاته وصلاحياته. وأعتقد أننا سوف نرى تحركا ديمقراطيا من طرف اليسار الديمقراطي، من أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيبدأون بالضغط من أجل منع إيصال المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، وسيسعون إلى وصول نحو اتفاق من مجلسي الكونغرس لمنع المساعدات العسكرية لإسرائيل.